اهلا بكم. شكل مثير وغريب جدا من الارهاب في جسم المرأة، وزي ما انا قلت لكم اذا تنبهت للارهاب المرض بقى من جهة واهملت من جهة اخرى، هنا هتكون المشكلة. ده اللي احنا بنشوفه على فكرة في التعامل مع الحدث اللي حاصل في العالم دلوقتي، وده اللي هنشوفه النهاردة في حدث مهم، واحنا بنتكلم على مرض له صفة الإرهاب، له وجه الإرهاب. وجهه من انه ما تمسكلوش حتة، مش عارف تمسكه، تمسكه من حتة وتسيطر عليه يطلع لك في حتة تانية ويأثر في حتة تانية. اذا ما كنتش عندك القدرة اللي انت تجابه هيهاجمك وهينتصر عليك. ده المرض وده الإرهاب، والاثنين شبه بعض. النهارده حوار مثير، واكيد مع ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذنا الاستاذ دكتور سيد الاخرس. منور يا فندم، وحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بطانه الرحم المهاجره هل هي تنتمي الى الامراض اللي ليها صيغه ارهابيه وشكل إرهابي؟ بطانه الرحم المهاجره بنتكلم عليها من جديد، وهو احنا في شهر مارس، شهر التوعيه. شهر التوعيه بشهر مارس، واول ليه في شهر مارس سنه 1993 أسست ماري لو، كانت إحدى المصابات بمرض بطانة الرحم المهاجرة، مؤسسة وأدعتها أنها مؤسسة بطانة الرحم المهاجرة العالمية، نحن نشرف أن إحنا أحد أعضائها الموجودين والوحيدين حتى في مصر. ماري لو بدأت تجمع بعض المريضات وبدأ يكونوا لوبي مرضي لتحريك الحركة العلمية وداخل الربوع ان الوسط الطبي، ان احنا المرضى، احنا اللي بنعاني، احنا اللي عندنا المشكله، احنا اللي مش مقتنعين بينا، احنا اللي مشاكلنا اكتر مما تتخيلوا، احنا اللي عمالين نسمع منكم كلام كفرنا بيه. وبجد بدات ينتمي الى مؤسسه بطانه الرحم المهاجره العالميه بعض الاطباء وبعض العلماء اللي مؤمنين بالقضيه، لان المرض الخفي، المرض اللي له أصول تضرب أحياناً في بعض الدراسات إن ممكن تكون مرتبطة حتى بقدماء المصريين وبالإغريق، وحتى هيبوكرات كان في فترة من الفترات كان بيتعامل مع مرضى بطانة الرحم المهاجرة. على شاشة دي ماري لو، أتشرف إن أنا كنت في يوم من الأيام يعني المرأة اللي أسست حملة التوعية لبطانة الرحم المهاجرة على مستوى العالم. Education and Support Research Endometriosis Association. وده كان في سن شبابها لما أصيبت بمرض بطانة الرحم المهاجرة، وبعد سنة 93 بدأت تأسس المؤسسة. نرجع تاني، لما بدأت دايما لما بنيجي ندور على يحصل حدث بشكل أو بآخر، بعد ما الحدث بتبدأ تتكلم عنه وتبدأ تزود التوعية عنه، بيبدأ في الأول بعض الناس إيه ده؟ هو ده موجود؟ ما كناش نعرف ده موجود في عقل المتحدث والطبيب اللي بيتكلم فقط، مش بالشكل ده. هو يحولها الى قضيه، بتتحول المواضيع الى مواضيع شخصيه لما تكون ما عندكش المعلومات والعمق، ويبدا احيانا حرب المرض في حرب شخصك، ان انت المتحدث وكانك انك انت جايب دين جديد، فهذا يلا نكفر بهذا الدين. بطانه رحم المهاجره هذا العالم الخفي واللغز المحير اللي بدا بعد لما بدا ينتشر وبدأ بجد يبقى جلوبال في كل البلدان، وبدأ يحصل فيه هل هو مرض إثني عقائدي بيجي لبعض الناس، هل ممكن يجي في الفاميليز، ممكن يجي في المجتمعات المنغلقة اللي بتتزوج من بعضها، هل ممكن يجي في الأسيويين وممكن يجي مثلا أكتر من أوروبيين وكوكزيين، ممكن يجي في الدول العربية ولا لا، ممكن يجي في الناس اللي موجودين في البلدان المتقدمة والبلدان اللي فيها صناعات أكتر، ولا ممكن يجي كمان في الريف والحضر في نفس التساوي، ولا ممكن يجي في الناس اللي عندهم صحراء أكتر، ولا ممكن يكون في الرطب ولا اليابس ولا 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 ولا. مرض حير الناس كلها، مرض لغاية لما بدأوا يتكلموا عنه في قشور، لما بدأت فيه سنة 1986 كان بدأ أول مثلا انسيكلوبيديا أو موسوعة عالمية بتحتوي على الإيه؟ الميديكال هيستوري. الميديكال هيستوري أو التاريخ الطبي، بتتكلم على الميديكال هيستوري والتاريخ الطبي، ما ذكرتش فيه بطانة الرحم المهاجرة. ولما نقحت وبقى فيه إديشن تاني في التسعينيات، سبعة في كام؟
1995 كان الإديشن الثاني على بعض ايد العلماء الآخرين برضو لم يذكروا بطانة الرحم المهاجرة بهذا الشكل اللي موجود دلوقتي. لما بدأ المرض ينتشر وبدأ المرض كان الأول يظهر وليه ارتباط بالدورة، كانت المرأة في الأول هي مرأة ملعونة كرسد، كانوا يعتقدوا الأول أن المرأة دي هي مصابة أحياناً بممكن مس شيطاني، لأن في هل هو ده غضب الرحم؟ هل مس شيطاني؟ لأن ما فيش تفسيرات أحياناً. لما لو تفتكر أن احنا ربطنا ما بين بطانة الرحم المهاجرة وبعض الهلاوس والهستيريا والأمراض العقلية والشيزوفرينيا، والدبليو اتش او اكدت بشكل قاطع علاقته ده، واكدت ان المرض ليه علاقه بامراض القلب، وليه اكدت ان له علاقه بامراض المناعيه، وليه علاقه ويتشابه مع مع كل الامراض المناعيه زي حمى البحر المتوسط وزي الروماتويد ارثرايتس وممكن والسيستميك لوبس، وممكن يكون ليه علاقه بالسرطانات. وبدا الامور يبقى ايه ده، الدنيا ملخبطه، هل دي حقيقه ولا ده وهم؟ هل هو مرض مرتبط احيانا فقط وعلى الاستروجين، لان هو هرمون يعتمد على الاعتماد الاساسي على الاستروجين؟ هو ايه اللي خلى بطانه كانت موجوده في بطانه الرحم زي ما اسمها كده وهجرت؟ ايه اللي خلاها هجرت او انتبذت او راحت؟ اسم الانتباذ يعني كانها منبوذ، يعني كان البطانه اللي موجوده داخل تجويف الرحم مكانها الاصيل نبذت، رفضت، طردت، وبدات تروح تحتل لاماكن اخرى. وكان بعد التفسيرات اللي موجوده من سامسون الراجل العالم المحترم اللي كان واول نظريه كان بتؤكد ان بطانه الرحم المهاجره بدات تنتشر في منطقه البطن والحوض لما بيحصل ريتروجريد منستريشن او يحصل ارتداد لبطانه الرحم لما بتيجي تتكسر ونزول الدوره الشهريه، الخلايا اللي بتنزل بره المهبل وعلى الاولوز وبره الجسم وبتطرد زيها بيخرج بره عن طريق الانابيب ويتزرع بره على البريتون. وكان التفسيرات ده موجود ويفسر كتير جدا من الامراض اللي موجوده لبطانه الرحم المهاجره على المبيض وعلى الحوض وعلى الامعاء وعلى منطقه لغايه الحجاب الحاجز. لكن ما كانش فيه تفسيرات لما تكون موجوده في الرئه، ما كانش فيه تفسيرات لما تكون في اماكن زي ما نكتشفها النهارده ونعرضها لاول مره على شاشتك بشكل هيدهش الناس. لما كان في يعني تفسيرات ان ممكن الناس تيجي تشتكي الشكاوي لعالم خفي دون ان يكون له تحدد كينونته، تحدده يعني ما فيش ورم، يعني بالتالي زي ما يكون حد لابسه عفريت تشوف تصرفاته، تشوف انفعالاته، تشوف لخبطته، تشوف هلوسته ولكن ما تشوفش العفريت. بطانة الرحم المهاجرة هذا هو اللغز الخفي اللي خلينا النهاردة بعد 100 سنة اندو 100 سنة بطانة الرحم المهاجرة، قرن بطانة الرحم المهاجرة اللي بقاله 300 سنة من 300-400 سنة موجود في أوروبا وبشكل أو بآخر بيتحدثوا عنه أحيانا بشكل فيه الغمز واللمز لغاية لما جه روكوتينسكي وخد اول عينه سنه 1860، احنا بنتكلم حوالي 150 سنه 140 سنه، وخد العينه وعمل هيستوباثولوجي واكد ان البروتون اللي موجود فيه الديفكت ده بطانه رحم مهاجره. ايه ده؟ بدا ينتشر. وبعدين كولينز ياكد بعد كده الادنومايوزس بعديها بفتره، وتفضل لغز بطانه الرحم المهاجره. التاريخ اللي لازم تكون عارف التاريخ عشان تعرف الجغرافيا، عارف التاريخ المرضي عشان تعرف جغرافية المرض داخل جسد المرأة. هنتكلم النهاردة بشكل كبير ونأكد ان بطانة الرحم المهاجرة مرض لا يعترف بالأعمار، مرض لا يعترف بالبارنتال استيت، هل متجوزة ولا مش متجوزة، هل اتأخرت في جوازها ولا لا. كان زمان يسموه ان هو مرض الأغنياء، كانوا معتقدين ان مرض الاغنياء اللي هي بتتجوز ومش عايزه تخلف دلوقتي وبتاخد بعض الاكلات والاغذيه المستورده واللبس المستورد والميك اب، عشان كده بيجي وما بيجيش للفقراء. فضلت قد ايه خزعبلات تتكتب حتى في كتب الطب ونتعلمها كده. كان بيتكلم الاول المرض لما تكون بتيجي الى الان في بعض المفاهيم اللي احنا عاوزين نغيرها النهارده، نتكلم عن بطانه الرحم المهاجره من جديد. بمعنى من جديد يا دكتور ايمن؟ بمعنى ان بطانه الرحم المهاجره هو دائما ابدا بتفرض نفسها دائما ابدا بشكل غريب، بشكل غير متوقع، بشكل يعني كاني قنبله بتفاجئ مره واحده. حتى في ناس كتير وهم بيتفرجوا علينا بيجوا، السلام عليكم على فكره، بيجوا يقولوا لي
انا ما كنتش متخيله ان بنتي عندها. انا كنت بتفرج على الـ على الـ على, الـ على البرنامج على انه برنامج تشويقي وتثقيفي ومعلوماتي وقربنا، بس ما انا كنتش متخيله ان بنتي تكون كده او انا اكون كده، او انا كنت متخيله او ما اعرفش الانتشار بهذا الشكل. لحتى كمان جموع الاطباء كانوا مش متخيلين قد مدى انتشار المرض بهذا الشكل. لما كنا بنقول ده 10%، يعني واحده لكل 10 موجوده بطانة الرحم المهاجره، لما بنتكلم على انه مرض النسب، لما بنتكلم على انه مرض 176 امراه شخصت بالفعل على قيد الحياه على مستوى العالم عندهم بطانة رحم مهاجره دلوقتي واحنا بنتكلم، وتزداد النسبه الى ربع مليار الى 250 مليون امراه. ليه؟ لان في بعض البلدان وخصوصا البلدان العربيه ما عندهمش احصائيات كامله لمرض بطانة الرحم المهاجره. ومرض بطانة الرحم المهاجره عشان تشخصه بالفعل وبالقطع وبالتاكيد لازم يكون يا اما بتتكلم على استئصال ارحام وتشريحها بعد، او اكتشافها بالصدفه بعد تشريح اجساد توفت فتلاقي في تغدد رحمي اللي هو ابن العم او الشبيه او القرين لبطانة الرحم المهاجره داخل عضله الرحم، الا ان انك انت تعمل منظار او تفتح البطن وتاخد عينه وتشوفها، مش بتعتمد على تشخيص خارجي MRI او حتى سونار عشان تاكد ان 176 مليون امراه اتاكد انه اتاخد نسيج وتحلل وتاكد ان بطانه رحم المهاجره اللي موجوده في اعضائهم او في اجسادهم المختلفه اتاكدوا ان فيها بطانه رحم مهاجره. هذا العدد يثير الفضول، ليه المرض ده كده؟ ليه قدرته كده؟ ليه ازاي يقدر يسيطر على الجسم كده؟ ايه علاقته زي ما اتفقنا قبل كده بالمنتال هيلث؟ ايه علاقته باستقراره؟ ايه علاقته؟ علمونا كتير بالوهم انه لما يجي لازم تكون الدوره مستقره واكتر فتره بيجي فيها من 20 ل 30 سنه. بناكد لما اتاكدنا انه مرض ممكن يجي في سن مبكر، يجي من 5 سنين ل 95 سنه. من 5 سنين عمر يجي بطانة رحم المهاجر حتى لو النسبة ضئيلة، ولكن في بنت بتتكرر فيها الألام، لبنت بتتكرر فيها المشاكل، في تكرار فيها حرقان البول، اتولدت حتى لدرجة بول لما ناخد الهيستوري القديم لطفلة كانت موجودة ونيجي نقول هي كان بيجالها ارتهابات كتيرة، هي كان بيجالها مشاكل كتيرة، اتفتحت بطنها لأنها زايدة، وياما أكثر البنات على مستوى العالم اتفتحت بطنهم على أنها زايدة وما طلعتش زايدة. بعد فترات من العمر نكتشف ان كان في كيس او بطانة رحم مهاجره في البريتون. ما هو البريتون بتحط ايدك على بطن المريضه بتقول اي، ومفيش بايو ماركرز من بره تحليل معين يقول لك ان دي بطانة رحم مهاجره من عدمه. حتى السي 125 الناس بتعتمد عليه على انه دلاله نون سبيسيفيك، فيطلع بايو ماركرز زي مثلا السي دي 16 يؤكد ان في شكل من الاشكال، او التحاليل اللي بتاكد ان جهاز المناعه لما ده بيبقى موجود في الاندوميتريال تيشوز او البريفرال بلاد يعني من الدم الطرفي، ان نسحب ناكد ان الناس دي عندها بطانه رحم مهاجره، مش لكل الناس، ونعتمد عليه على لما ناخد العلاج يبدا يقل او يختفي او يفضل مستمر بعد استئصاله بالجراحه وبعد اخذ العلاج، فيؤكد ان هو كرونيك ويأكد انه هادي وفي هدنة بس هيرجع مرة تانية. فالشغل الشاغل دلوقتي العلماء المعنيين بطانة الرحم المهاجرة هو البايو ماركرز، يعتمد على حاجة نون انفيزيف، لانك عشان تتأكد لازم تعمل منظار، مش هتقدر تعمل منظار للناس اللي بتعاني والناس اللي مش بتعاني. فالناس ال 176 دول كانوا بيعانوا او كانوا بالصدفة بيدوروا على حمل، واثناء الحمل بالصدفة اكتشفنا داخل اجسادهم بطانة رحم مهاجرة. كان 30% من الناس المتأخرين في الحمل بسبب المرأة عندها مشاكل في الأنبوبة، مشاكل في تبويضها، التصاقات. كان 30% من بسبب الرجالة عندهم مشاكل في الحيوانات المنوية، في قلة الحيوانات المنوية، في ضعفها، في عدم حركتها. و 30% بسبب مشترك ما بين الزوجين، يعني حيوان منه مش عارف يخص بالبويضة، مش عارفين ينقسموا. 10% كان دايما يعني منشط كبير ليها او متن كبير ليها يقول لك unexplained infertility، يعني تاخر حمل غير معروف السبب غير مبرر. واكتشفنا منهم كتير جدا كان بسبب بطانه رحم مهاجره درجه اولى او ثانيه،
كانت قليله في البيريتون، كان بتاثر على وجود السائل الموجود في البيريتونيال فلويد اللي كان بينغمس فيه البويضات، والبويضات اللي بتطلع اللي مصابه ببطانه الرحم المهاجره، هل كمان هي عشان مصابه ببطانه الرحم المهاجره من مريضه عندها بطانه رحم مهاجره ممكن تشمل في تحمل في طياتها وتحمل في انسجتها وكروموزوماتها الاوليه ما يشكل لو جت انثى في خمس اسابيع الاولى في اول البريدج او جينيتال بريدج ما تبدا تتكون، هل بيكون بجد في الخلايا الميكروسكوبيه المايكرو مايكروسكوبيه يكون بدايه بطانه الرحم المهاجره في السن المبكر ده؟ الجينات كل ده في الدي ان اي، كل ده تفكير، وكل ده كلام عشان ما نختصرش في بطانه الرحم المهاجره انها كيس شوكولاته. تسطيح الامور كفايه. هنتكلم بشكل معين. لما كنا زمان بتجيب كتاب تروح تجيبه من المكتبه ويقول لك ايه، انا قريت الكتاب من الجلده للجلده، عاوزين نفتح كتاب بطانه الرحم المهاجره ونتكلم من الجلد للجلد، يعني من الجلده للجلده، وهنا الجلد اقصد بيه السكن، اقصد بيه ان بطانه الرحم المهاجره مش مرض يصيب جهاز التناسلي ودمتم. مرض بطانه الرحم المهاجره هو مرض الجسد كله، A disease of whole body. مرض بطانة الرحم المهاجرة يقدر يوصل للجلد. هنأكد النهاردة انه ممكن بطانة الرحم المهاجرة تنزل من صباع امرأة. هنأكد النهاردة بطانة الرحم المهاجرة هتنزل من عين امرأة. في حالات هتنزل من انف امرأة. وهتنزل من ودن امرأة. بطانة الرحم المهاجرة كانت المريضة زمان زي ما كان هيبوكرات بيوصف وبيقول من حوالي أكتر من 400 سنة وهم كانوا بيتكلموا وبيدونوا بيقولوا كانت المرأة دي يحط عليها، عارف العلقة؟ عارف الدودة كده بتتحط عشان تمتص الدم للناس اللي عندهم ضغط، يتحط هنا تفضل تمتص الدم لما بتقلها تقع. فكان يحط لها العلقة دي عشان تمص الدم الفاسد، أو كان حتى يشرحه الجهاز التناسلي عشان يطلع الفساد اللي موجود، او تلبس ما يطلق عليه حزام العفه ستريت جاكيت، حزام حديدي على اساس ان هو في مشكله ما، فبالتاكيد ممكن يكون مرض جنسي بيتنقل فتبدا، او في الاخر ان المراه دي تقتل لانها ملعونه مصابه. واحيانا فطنوا ان ده لما بيتاخروا في الجواز بيبدا يظهر المرض ده، فيبدا يحصل دعوه للزواج المبكر اللي فضلت من زمان تقول لنا ان احد علاج بطانه الرحم المهاجره هو الزواج المبكر، واحد علاج بطانه الرحم المهاجره ان تحمل، واحد وبالتالي تلاقي عندهم في لبس عند الناس. عاوزين نفهم ايه اللي معني اللي يعني الناس، ايه اللي عايزينه، ايه اللي بيدار في البيوت. الطب ليس يوجد في سطور المجلدات، المجلدات ترصد معاناة المرضى وترصد حكاياتهم وترصد تغيرات وتاريخهم الطبي، وبعد كده يبدأ في الآخر خالص يتحول من بيد سايد لبعد كده إلى كلينيكال، وبعد كده تشخيص، وبعد كده في الآخر يتحول إلى طب مؤصل يعتمد على الإيفيدنس بيزد ميديسن، على الطب المقرون بالشواهد العلمية، بعد ما تحولت كل حكاوي المرضى إلى طب يحرك المجتمع. كل المجتمعات المعنية واللي بدأ يزيد فيها دلوقتي الريسيرش وورك على بطانة الرحم المهاجرة بدأت تعني بجد. لما وزير الصحة الأسترالي من حوالي 4 سنين أو أقل شوية لما جبت معاك هنا الحلقة بكى لما سمع يعني مجتمع نسائي بيتحدث عن بطانة الرحم المهاجرة أنهشت في أجسادهم قد إيه، قال أنا ما كنتش أعرف، لدرجة إن بدأت تزيد. ومن هنا بنتكلم زيادة الوعي ببطانة الرحم المهاجرة للرجالة. للرجالة لابد أن يعرف بطانة الرحم المهاجرة. ما يعرفش بطانة الرحم المهاجرة من خلال عيادة وسمع إن مراته عندها بطانة الرحم المهاجرة، فجي يسأل أمه معلوماتها البسيطة، يا ممكن تظلم مراته، يا ممكن الاثنين عندهم لبس ومش فاهمين، ممكن يكون عندها تعادل نفسي، فتقول له تروح تسأل تاني. فممكن تروح تسأل حد بجد عارف المرض ومقتنع بيه وبيقول لها التوجيه الحقيقي ايه،
او يحصل دبيت ولخبطه وخلل. بطانه الرحم المهاجره هل الحل جراحه؟ هل الحل حقن مجهري؟ طب اللي عملت جراحه ورجعت لها بطانه الرحم المهاجره تاني، ايه سبب رجوعها؟ هل هي مشكله عند طبيب ولا مشكله في المراه ولا مشكله في المرض نفسه؟ ولو رجعت مره تانية هل هنعمل لها جراحه مره تانية ولا هنعمل لها حقن مجهري؟ ولو جيت لبنتي الصغيره ابدا اعمل لها جراحه دلوقتي ولا استنى لما تتجوز؟ وايه حد الفصل ما بين قبل الزواج وبعد الزواج؟ يعني لو هي عندها بطانه رحم مهاجره دلوقتي ولا الحقي جوزي بنتك، ولو ده كلمه الحقي جوزي بنتك ده بايديها وتقدر تلحقه وتخش تجيب من السوبر ماركت واحد يتجوزها بسرعه، والحقي تحملي وقدرت تجيب من السوبر ماركت جنين جاهز وتحمل بسرعه، ايه اللي هيحل بطانه الرحم المهاجره؟ وايه اللي هل بطانه رحم المهاجره واللي موجوده طبعا اصلي على طول ده كلام بيتقال احيانا في الاوساط الطبيه، ده عفى عليه الزمن لازم يتغير. ده مش كلام السيد بيحصل صحيح، ده مش كلام يقول لك عايزين يتجوزوا بسرعه لا ده بيتقال لهم كده، مش هم اللي عاوزين يتجوزوها بسرعه. يعني حاجه تانية، هل هو بطانه رحم المهاجره البعبع ونخوف بيه البعبع فنيجي نقول لا هنخش نشيل كيس من على المبيض؟ لو شلنا كيس من على المبيض مش بيأثر على مخزون المبيض؟ بالتأكيد. بس هل دي فزاعة نخوف بيها الناس؟ بوجي مان. هل في فزاعة؟ بوجي مان البابا. ولا نقدر ان احنا نتعامل مع امتى نشيل الكيس؟ هل نشيل الكيس وهو كبير نصل لغاية لما يبقى وصل 16 سنتي و 20 سنتي؟ وهل الحل بتاعه ان نشيل المبيض بالكيس؟ وهل الحل بتاعه لبنت تبقى سامعة في العشرينات او اول الثلاثينات او حتى لو اتجوزت وخلفت انه عشان رجع مرة تانية نشيل الرحم والمبيضين والانبوبتين؟ طب لو شلنا الرحم والمبيضين والانبوبتين مش ممكن يرجع بطانه رحم مهاجره؟ بترجع. مش ممكن يرجع بطانه رحم مهاجره بعد استئصال الارحام؟ بترجع. مش ممكن يرجع بطانه رحم مهاجره بعد ما تتشال مره تانية؟ بترجع. يعني هل المعدل انها تتشال ولا ما تتشالش؟ هنحط كرايتيريا النهارده ونحط مواصفات وتاصيلات النهارده. هل بطانه رحم المهاجره لما نعالجها دوائيا بنظلم او لا؟ يعني ايه الكرايتيريا نقول اسباب الرجوع؟ هناكد النهارده. هل كل ممكن نعالجها بعلاج فقط والجراحه فقط، ولا علاج ثم جراحه، ولا جراحه ثم علاج؟ هل بطانه رحم مهاجره لما موجوده هعمل لها الاول اشيلها وبعدين ادخلها في حقن مجهري، ولا اعمل حقن مجهري وبعدين لو رجعت اشيلها، ولا ممكن اعمل بحقن مجهري وهي موجوده؟ هل ادويه التنشيط ممكن تزود بطانه رحم المهاجره؟ هل نوع المساعده على الاخصاب سواء كان تلقيح صناعي او حقن مجهري الادويه دي ممكن تزود؟ هل المانوفر والتكنيك وانا بدخل الابره وبخرجها ممكن تزود بطانه رحم المهاجره ويحصل لها فلير اب؟ موجود احداث واحداث، حواديت وحواديت معنيين بيها، ليل بنهار شغالين في الفيلد، ليل بنهار متخيلينه وبنعيشه بتفاصيله. عشان كده ان الاوان ان احنا نعيد تاني ترتيب المفردات اللغويه وترتيب المعلومات الطبيه عشان نأصل الموضوع من جد وجديد، وما يطلعش ان هو طلع في دماغنا فقط، هو دماغنا في الافكار عشان بس هو حقيقه موجوده. خلي الدبيت على ان احنا او الجدل ان احنا نعالجه ازاي ونصل الى يونيفرس في العلاج ازاي، يعني كانه علاج حقيقي ومتفق عليه ازاي، مش ان احنا نتصارع مع بعض ويطلع العدو ينتشر وانتصر وكأن بطانة رحم مهاجرة وهي داخل جسد المرأة تطلع برة وتشوف الاختلاف عليها تضحك قوي ان احنا سايبينها مش عارفين الشخص اللي تطلع تبص على الخلاف بين الدكاترة والخناقات اللي بينهم. هو فعلا يعني ده مرض، يعني المرض يعني فيه لمحة من الشيطان، يعني المرض نفسه كده تحس انه هو يعني هيضحك اكيد لما يلاقي الناس سايبيني وقاعدين بيتخانقوا نعمل لها حقن مجهري ولا نعمل لها مصير. وكأننا اختصرناها في كده بالظبط، لان هو مرض العنوان الاصلي ليه الالم. مرض لو احنا قلنا ان من 20 ل 30% من السيدات اللائي او اللاتي اصبنا بتاخر في الانجاب بنكتشف ان عندهم بطانه رحم مهاجره. يعني من 20 ل 30%، لكن تخيل من 60 ل 70% من السيدات اللي بيشتكوا من الالام عندهم بطانه رحم مهاجره. الفتيات المراهقات الانسات اللي بيعانوا من الام في الدوره الشهريه موجوده
اكتر من لغايه تصل الى 70% عندهم بطانه رحم. اذا احنا وصلنا الى فكره يعني حياه محترمه جدا حول هذا المرض دلوقتي، ان احنا لازم نجابه نحاربه، ان احنا لازم نقف قدامه على انه مرض يتسبب بالم، يتسبب بمعاناه، يتسبب بمشاكل نفسيه كبيره، يتسبب في مشاكل صحيه كبيره، يتسبب في تاخر انجاب. ولو ان تاخر الانجاب مش مشكله صحيه، هي مشكله مجتمعيه او مشكله عائليه. النهارده هنتكلم في ده دكتور امين. مشكله عائليه، مشكله اثنيه، بنبص على ازاي لتاخر الانجاب، المراه بينظر لها ازاي اللي بتتاخر في الانجاب، بيعاملوها ازاي، كل ده اتعملت في دراسات المعنيه باحترام المراه بجد، على ان ممكن المرض يكون منتشر بس انا مش عارفه منتشر ليه، وكمان المجتمع يا مؤمن بالقضيه او مش مؤمن بيها، وبالتالي فتره تشخيص المرض ليه بتاخد السنوات من العمر من 5 لـ7 سنين تصل الى 15 سنه بسبب ان كان مجتمع مش مؤمن ان في مرض اسمه بطانه رحم المهاجره. مقتنع اتفضل. لا يعني اذا واحنا بنبص لكل ده، احنا عندنا هدف واحنا ماشيين في اتجاه ان هو احنا بنعالجها، لازم نعالجها. واحنا بنسال اسئله بقى، هل هي ليها فتره عمريه معينه ولا ما انت حضرتك قلت، هل هي تصيب هندخل في الكلام مناطق جغرافيه محدده، هل العلاج جراحه ولا العلاج هيكون حاجه تانية، هل الـ 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 المرض دوت بيصيب اماكن معينه في الجسم، احنا قلنا لا ده له هيطلع ده فيه مفاجآت النهارده، هل التدخل بالمناظير ولا الجراحه التقليديه، ده كله هنشوفه واحنا بنشوف برومو لي او قنبله انفجار مرض في صفه الارهاب لست الالم، وست بتبقى في حاله على فكره مزعجه جدا في هذه المرحله المرضيه. تعال نشوف بطانه رحم المهاجره. إذن نتحدث عن بطانة الرحم المهاجرة. نبدأ بالأسئلة. هل المرض ده، احنا قلنا بس عشان نقف وده في حتة احنا النهاردة مجمعين فايلات كتيرة النهاردة عشان حتى مرضانا ودكاترتنا نتكلم ان هو دي فايلات مرضية بتاعت مرضى ولا مواضيع؟ لا مواضيعنا. ده واضح ان الموضوع كبير طبعا. يعني موضوع احنا هنقعد نتكلم كتير النهاردة. يعني هو طبعا في الايش جروب. الايه؟ الايش جروب. ايه ده بقى؟ يعني مجموعة يعني بالعلاقة بالسن. اتعمل هل بطانة رحم المهاجرة هو مرض فقط بيجي في البريمينوبوزال يعني في ما قبل انقطاع الدورة في ولا الفترة تشايلد بيرينج بيريود؟ اتعملت دراسة في ألمانيا وفي مالتي سنتر ستادي على 42,000 امرأة بأعمار مختلفة. في أعمار مختلفة نتكلم على من 5 سنوات الى 95 سنه. اكبر سن طبعا يعني 5 سنوات كانت بتبقى تصل النسبه ل 0.01 قليله جدا ولكنها موجوده. ولما تنتهي عند 95 سنه هي نفس النسبه هي 0.01 نسبه قليله، ولكن من 10 ل 15 سنه في الاثنين اكتشف انه اكتر من 22 كانت حاله في 2006 و2005 من 42 حالة 1000 حالة، وبعدين
813 2500 الاعمار المختلفه من 0 ل 10 ومن 10 ل 15 سنه ومن 15 سنه ل 20 سنه ومن 20 سنه ل 25 سنه. اعلى المعدلات العمريه اللي موجوده هي فاطله ما بين ال 19 سنه لل 29 سنه، تقل لكنها موجوده. عاوزين ناكد على حاجه معينه، ان بطانه الرحم المهاجره ممكن تيجي للصغيرين، ممكن تيجي قبل الدوره لانه كان مرض مرتبط بسن الدوره. ليه؟ لان هو بيعتمد على الاستروجين، والاستروجين بيعمل ايه؟ بيغذي البطانه اللي موجوده في مكانها الطبيعي، وبيغذي البطانه اللي موجوده في المكان اللي خرجت منه. وبالتالي كانوا يقولوا طيب ما البنت دي لسه ما جاتلهاش دوره ولسه ما فيش هرمونات انوثه موجوده، تصل الى انها يبقى في بطانه في البريتون وتبدا تجيبها الالام، مفيش عمرها ما هيجي لها تشوكلت سيست وعمرها ما هيجي لها تغدد رحمي، ولكن اللي موجود في البريتون. وبالتالي كان كمان المرض بتاع بطانه الرحم المهاجره، هل هو من ايام لما اتولدت البنت وهي موجوده في خلايا جذعيه موجوده في البريتون، وبالتالي يقدر يتحور بشكل او باخر سواء استروجين جاء من الام وفضل قابع او بيئه، ولا في كمان بايوماركرز اخر، ولا في بعض بعض بيعتمد على هرمونات اخرى او كيمياء اخرى في الجسم ممكن تقدر تظهره. هل معلوماتنا عليه فقط انها ضللت ان احنا قلنا انه مرض استروجين ديبندنت فقط، ولا ممكن يكون حاجه تانية؟ ده الشغل الشاغل على الموليكولار او الـ او الـ 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 لما نتكلم على ان الكيمياء الجزئية يعني الجزيئات اللي ممكن تكون متكونة من البداية وتبدأ تترسب على الغشاء البريتوني بشكل أو بآخر من نتيجة التهابات مستمرة، فممكن يحصل ميتابليزيا أو تحور لبعض الخلايا اللي موجودة على الغشاء البريتوني. بايوكيمستري. عاوزين نقرب النهاردة لبعض الحالات اللي ممكن تأكد بشكل أو بآخر متجمعة هي ممكن يحصل إيه. ده زي حالة لو معروضة دلوقتي على السن وعلاقة السن وبطانة الرحم المهاجرة في الأعمار المختلفة. السن وبطانة الرحم المهاجرة في اختلافات العمرية، لأنه مهم قوي إن احنا نبقى حتى دكتور أطفال يبقى فاهم، دكتور الحقيقة الكبار اللي هو الجرياتريك كير يبقى فاهم. تعال نشوف السن وال 11 سنة، ماشي نشوف مع بعض نشوف السن. دي طفلة، طفلة 11 سنة وفي أقل من كده، بس احنا بنقول يعني عشان احنا كمان 11 سنة فجبنا انها 11 سنة. طفلة موجودة 11 سنة بتعاني من ألام. لو نرجع التاريخ التاني بس قصادي الشاشة دي ولا ما هي موجودة الشاشة. 11 سنة، ألام شديدة في البطن والحوض، التهابات مهبلية متكررة، صعوبة أثناء التبول، وجود تكيسات على المبيدين. بالتأكيد الرنين المغناطيسي أبكت برضو ان التكيسات على المبيدين دي شكل، يعني عاوز افسر كل خط او كل سطر مكتوب. تكيسات اللي على المبيضين دايما الدوره لما بتيجي بتبدا بالخلل الهرموني، وبتبدا بالشكل المبيضي ان كانه على تكيسات، والال اتش بيبقى ازيد من الاف اس اتش اللي هنشرح بعد كده تكيسات المبيضين بشكل مفسر. ولكن الالام الشديده في البطن والحوض والالتهابات المهبليه، لقينا ان بؤر بطانه الرحم المهاجره موجوده على الغشاء البريتوني اللي في ظهر المثانة البولية، والموجودة على الرابطة العجزية. الرابطة العجزية اللي كأنها كرسيين اللي بيقعد عليهم الرحم. وبطانة الرحم المهاجرة أول ما بتيجي بتعشق جدا اليوتروسيكرال. وبتعشق جدا اليوتروسيكرال على أساس إنها في بريسبتورز، في ريسبتورز، في مستقبلات، في أماكن تقدر تعتمد عليها، وفي أوعية دموية تقدر تعيشها في المكان ده. زي ما أنت قلت هو نسيج، زي ما يكون نسيج إرهابي عاوز يعيش في كهف، بس الكهف ده يقدر يكون فيه المؤن والغذاء اللي يقدر يعيشه لسنوات من العمر، غير معتمد على ان يكون مثلا هيجيله تغذية او امداد خارجي. يعني الجيوش المنتظمة عاوزة امداد وتموين، لكن هو يقدر يعمل مصنعه. تخيل لما تكون لأنسة في السائل الموجود بزايد شوية، ده السائل البريتوني، ولكن لما نقرب شوية هنا في المكان ده اللي هو كأنه في ظهر المهبل، وبالتالي وجود، شوف البؤر الصغيرة دي فيزيكلز قد ايه صغيرة، شفتها الفيزيكلز دي او الحويصلات اللي موجودة دي، ده ريسنت
اندوميتريوزس. يعني ده بطانة رحم مهاجرة تبقى موجودة. بنعرف بطانة رحم المهاجرة انها لو موجودة، نرجع للاستوديو، هي دي لقطة صغيرة بس عشان نأكد بالفعل ان احنا خدنا العينة وفحصناها وطلعت بطانة رحم مهاجرة. نرجع للاستوديو، ترجع انها بطانة رحم مهاجرة. وبالتأكيد لو كنا شكينا في كلام البنت او ادعاء انها عاوزة تغيب من المدرسة او بتعمل كده عشان احيانا يصل بينا التفكير السلبي ان البنت بتدعي كده وعندها استعداد كمان تعرض نفسها للعملية عشان مش حابة المذاكرة او عشان زمايلها يزوروها او 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 نبدأ نفكر تفكير غير منطقي غير موجود بالمرة. واكتشفنا طبعا بعد تحليل الانسجة عشان يبقى عندنا دليل دامغ ان دي بطانة رحم مهاجرة، طبيب يتأكد ويطمن والاهل يطمنوا ان احنا ماشيين في سكة منتظمة مش مبنية على خبرات متراكمة او يبدأ يكون ايمجينج خارجي. ده حتى وانت بتعمل المنظار ما تعتمدش على الرؤية، ده الرؤية احد اركان التشخيص، واخذ العينة وتحليلها هيستوباثولوجي هو الركن الركين اللي بيأكد رؤيتك الحقيقية، وبالتالي خبراتك حتى وسلم الخبرات بيبدأ يزيد بالتدريج لانك انت ايه اللي بتشوفه بعينك بتقدر تأكده بتحليل وبالتالي تبقى عندك الخبرات المتراكمة. وده اللي كان بيخلي احيانا رؤية التيرشري سنتر او الريفيرال سنتر او المراكز بجد المعنية لمرض ما ايا كان المرض ايه بتلاقي عندهم رؤية مختلفة عن اماكن اخرى بتشتغل على الجموع. لما بتشتغل على مرض بتشوف فيه حالات يوميا وبتجرى عليه عمليات يوميا وبقى رصيدك عشان تقدر تقول انك تيرشري سنتر لا يقل عن 500 عملية من نفس النوعية دي موجودة، وبالتأكيد تقدر تطلع قواعد زي ما الجلوباليزيشن بيحصل زي ما الإدارة العالمية لشؤون المرض بتعرف بتحصل انك انت يكون عندك الرؤية، لان السكيلز والمهارات والتجارب والخبرات بتخش ركن اصيل في المنظومة الطبية والمنظومة التعليمية، وبالتأكيد بيؤخذ من الأطباء أراءهم على مستوى العالم عشان يغيروا المفاهيم اللي سطرت لسنوات من العمر على إنه كده، وتبدأ تتغير المفاهيم مرة تانية لأن ما كناش نعرف إن المرض ده ممكن يجي في السن ده. وبالتالي البنات الصغيرة اللي كانت موجودة بتتعالج بمضادات حيوية ثم مضادات حيوية ثم مضادات حيوية لغاية لما تظهر عندهم فطريات، ولما تبدأ تظهر عندهم فطريات تفاجأ إن الألم بيزيد فتبدأ تعالج الفطريات. وكان هنا بقى هل في علاقة كمان ما بين بطانة الرحم المهاجرة وجهاز المناعة والفطريات؟ يعني هل في جين بيربط الاتنين ببعض، ولا لما ضعف الجسم وضعف جهاز المناعة زادت الفطريات، ولا الفطريات بتبقى موجودة تضعف جهاز المناعة فتظهر بطانة الرحم المهاجرة؟ وبالتالي لازم يكون عندك الرابط الأصيل لأحيانا من تكرار فطريات أو مشاكل موجودة بالباراسيتولوجي والمرض الأصيل اللي موجود عشان تعرف تربط ما بين الاثنين. ده الجزء بتاع السن. طيب لا السن لسه يعني نشوف احنا انا عاوز اشوف بس السيناريو بترتيب الحلقة عندك. عندي طبعا سيناريو ترتيب الحلقة. احنا عندنا الحوار الأول عن الأعراق، كمان الأعراق المختلفة بعد السن، الأعراق والإثنتي. اتعملت دراسات هل ممكن يكون في فرق ما بين بطانة رحم المهاجرة من عرق لآخر؟ فاتعملت دراسة في إنجلترا على 5 إثنت جروب موجودة، فخدوا ناس من تشاينا والفار إيست يعني، وناس من الجريك، وناس من جريك كبرت اللي هو الكبر الأكابرسة أو الأتراك، وناس من إندونيسيا موجودين، وقسموهم إلى 5 جروبس، وقسموا 5 جروب كلها عشان في الآخر خالص يشوفوا هل هو مرض ممكن يكون منتشر في بعض الأعراق عن الأخرى ومن اليابان. وفوجئوا فعلا 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 أنه ممكن يكون في الفار إيست والميدل إيست للعيشة الفار إيست أو العيشة أعلى كتير جدا من الكوكيزيان. فيأكد أن أحيانا أنه مرض
ليه بعض يعني لبعض الناس يكون زايد عن النوم عن غيرهم. وبالتأكيد لما تيجي تتكلم عن المرض أحيانا العنوان واحد إنه مرض بطانة الرحم المهاجرة، ولكن لأنه محير ليه؟ لأنه ممكن ناس تتعالج فتخف، وناس تتعالج تخف تماما وتخرج من سوء هذا المرض ما ترجع لهمش مرة تانية، وناس تتعالج فيرجع المرض بس بعد سنوات من العمر طويلة، وناس تتعالج ويرجع المرض بشكل مبكر. هل ده مرتبط بالمرض نفسه ولا مرتبط بحاجة تانية؟ وبالتالي ان بطانة الرحم المهاجرة ورجوعها بيعتمد على اشياء كتيرة جدا، بس الناس اللي عارف عليه ان هو ايه يا دكتور نعالجه ليه طالما انه بيرجع. طب ما نيجي نقول هو بيرجع بنسبة قد ايه، وعرفنا انه بيرجع بنسبة من 20-40% في الخمس سنين الاولى او ثلاث سنين الاولى، خلاص كده. بس معتمد على ايه؟ لازم يكون كرايتيريا. يرجع اللي كان سن مبكر جت بطانة الرحم المهاجرة، لو بالاترال اكتر من يونيلاترال، لو كان على المبيضين اكتر من مبيض واحد الرجوع، لو كان في المبيض الواحد بس مالتي سيستيك اكتر من كيس مش كيس واحد، لو كان الكيس كبير عدى 5 سنتي او 7-8 سنتي فبالتالي بنسبة رجوع مرة تانية، لو كان احيانا الاسنتي بقى ان دي حاجة كمان. هو متشال ازاي؟ متشال بالستريبنج يعني منزوع، ولا معمول لأبليجن كي، وهل الكي أثر على موزون المبيض والشيلي أثر على موزون المبيض؟ على المطلق لكن بالتفصيل ده ولكن هنا المخرج مختلف من حد التاني بجد. أسعدت بجد بهذا الحوار اللي مهم قوي فيه كلمة من الجلد للجلد، يعني نعرف كل حاجة، لأنه هذه الحالة المرضية وغيرها من الحالات المرضية ينبغي أن يفهم فيها كل حاجة. دايماً ضيف العزيز الأستاذ دكتور سيد الأخرس كان منورنا النهاردة، وزي ما الدكتور سيد قال يلا قول له دايما خليكم مع الدكتور.